اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. والله انبسطت جدا بالفيلم عموما، يعني هو فكرته جميله جدا، حسن ممثل جميل جدا وصديق على المستوى الشخصي، امينه خليل مختلفه جدا، الاخراج جميل جدا طبعا الاستاذ عثمان ابو لبن، الفيلم في التوتال حلو جدا يعني لسه يعني. كسر الدنيا في المسرح. الله يخليك، ميرسي جدا، ميرسي. والله مبسوط طبعا بالتجربه بتاعت علاء الدين اللي انا اعمل عفريت المصباح. المسرحيه فيها شو كبير جدا، كايرو شو تعتبر رجعت المسرح تاني من اول وجديد، على مستوى التكنولوجي اللي موجوده، على مستوى الهولوجرام، على مستوى الفلاين كاربت، ففي ابهار يعني. اسمك في اي عمل كوميدي بيبقى نجاح صح؟ والله الحمد لله، ده كرم ربنا مش شطاره من حد، الحمد لله. طبعا مبسوط جدا ان انا اشتغل مع ميجا ستارز زي الاستاذ احمد عز، طبعا الوقفه جنبه على المسرح حاجه جميله جدا، بتستفيد من خبرته عموما، هو ذات نفسه على المستوى الانساني والمستوى الفني جميل جدا جدا، على قمه التعاون بيننا وبين بعض في المسرح، متعه يعني. بتتحضر وفي حاجات لسه بتتعمل يعني، ده على مستوى السباق الرمضاني. على مستوى الافلام في كام فيلم في العلب لسه، عشان طبعا الاجراءات والكلام ده كله، وبكمل في الفيلم اللي هو بتاع احمد فهمي اللي هو السقوط في علم سوسن. تمام. طيب عايزين نتكلم عن الشخصيه والشخصيه ده كده كتير قوي، ده كده كتير، ما انا مش عايز احرق والله، مش عايز احرق. حاجه بسيطه اطلس. اكيد كوميدي. لا لا اكيد كوميدي يعني. والله في فيلم المفروض ان هو هينزل قريب اسمه ريما، ده عامل فيه كاركتر فيلن، المفروض ان هو ما فيهوش ولا حاجه كوميدي خالص يعني، بس لسه ما هنشوف بقى هننزله امتى. وحشتوني.